مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. شرح اليوم هو عن متصفح سفاري وتحديدا عن طريقة إضافة وحذف ملحقات سفاري. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طلب أن تشتركون بالقناة وتفعلون جرس لايك الفيديو. والآن راح أدخل من داخل إعدادات الآيفون أشرح لكم طريقة الإضافة والحذف. هذا سؤال من أحد المتابعين، حبيت أعملكم إياه هذا اليوم. بس رجاء مرة ثانية لا تنسوني بالاشتراك واللايك. حتى أضيف ملحقات في سفاري راح أدخل على الإعدادات، ومن الإعدادات أنزل إلى سفاري، راح يكون تحت الفيس تايم. أدخل على سفاري، راح يأخذني هذه الصفحة، أنزل إلى الأسفل، هنا راح ألقي خيار الملحقات. تدخل على هذا الخيار، راح يأخذني هذا الخيار، راح أدخل على المزيد من الملحقات. أخذني إلى هذه السفاري الملحقات اللي موجودة. تقدر تضيف أي واحد من هذول الملحقات مثل ما تشاهدون قدامكم. فمثلا لو ضفت الباي بال، لو ضفنا الباي بال الآن راح ينزل على سفاري. هاي طريقة الإضافة بأي ملحقات تقدر تضيفها على سفاري لسهولة الاستخدام. الآن طريقة الحذف، طبعا أنا ضفت هذا الملحق، وتقدر تضيف أي واحد في مجانية وفي هذولا مقابل مبلغ مادي. الآن طريقة الحذف، راح أروح على الشاشة الأولى وأنزل هنا بالأسفل، راح أكتب البحث هنا مثلا تطبيق الباي بال. هذا الباي بال، هذا الملحق تابع إلى سفاري. الآن طريقة الحذف، فقط تكبس عليه كبسة قوية راح يظهر عندك حذف التطبيق، تعمل حذف والآن حذف. هاي طريقة الإضافة وطريقة الحذف. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديته. طلب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي لكم ومع ألف سلامة. قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشير إلى كل واحد عنده ساعة أبل، هذا الضوء الأخضر نزلت لكم فيديو كيف راح توقفه، راح أترك الرابط بصندوق الوصف. تحياتي.